فقرة تغذية وفقرة تغذية اللي كنحاولوا من خلالها أننا نعرفوكم أعزائنا المستمعين على الأغذية اللي ممكن أنها تناسبكم وتكون بطبيعة الحال هي صحية. كنعرفوا بأن كل موسم عنده الخضر دياله وكل موسم عنده الفاكهة دياله. بطبيعة الحال الموسم اللي احنا فيه الآن كاين فاكهة الرمان، وحنا كنقولوا مني كيجي الموسم وكيجي بالفاكهة ديالو أو بالخضرة ديالو، فنستغلوا أكثر ما يمكن أننا نأكلوا أو نحاولوا أننا نتعطوا لهذه الفواكه أو الخضر ديال الموسم. من الفواكه اللي معروفة في هذا الموسم فاكهة الرمان، هذه الفاكهة اللي هي يطلق عليها فاكهة الجنة، وذكرت في القرآن 3 مرات، وشجرة الرمان هي من الأشجار المعمرة. والرمان كيمكن نقوله بأن فيه 3 أنواع، كاين الرمان الحامض وكاين الرمان المعتدل وكاين الرمان الحلو. مزيد من التفاصيل حول القيمة الغذائية لهذا الرمان والأهمية دياله بالنسبة لجسد الإنسان، معنا مباشرة الأنسة سماء أسماء زريول مختصة في التغذية. لأسماء مرحبا بك معنا. مرحبا بك لاله لطيفة، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات اللي تحقوا بنا خصيصا لهذه الفقرة هذه. طيب أسماء، كيف ما ذكرت في البداية يعني الرمان من الفاكهة ديال الموسم، وبطبيعة الحال كما قلت بأن مني كيكون عندنا شي موسم خصنا يعني ننتبهوا أننا نستغلوا ما يمكن من الخضر أو الفواكه ديال الموسم. نعم، فهادشي كينطبق على فاكهة الرمان لأن هي يعني هي بطلة الموسم في الأسواق. فلازم أننا نستغلوا فاكهة الرمان، وهنا كنتكلموا على النوع اللي هو حلو. النوع اللي هو غذائي 100% اللي هو كيكون حلو. ففاكهة الرمان الفوائد ديالها عديدة جدا. أول حاجة كمخزون طاقي، كيكون مخزون طاقي اللي هو ضعيف، يعني ممكن ناكلوا الرمانة 2-3 في النهار بدون أي مشكل. حتى الناس اللي كيخافوا من زيادة الوزن فتناول الرمان ما كيشكلش خطر في زيادة الوزن، وأيضا بل على العكس هو كيساعد على يعني تنشيط عملية الحرق في الجسم وبالتالي فقدان الدهون. ثاني حاجة، كل 100 غرام ديال الرمان كتعطينا يلا 100 غرام 75 حتى 100 كيلو كالوري ديال الطاقة، وهي كمية اللي هي تتبقى بسيطة. حاجة أخرى، كنعرفوا أن الرمان غني بالفيتامين سي، غني أيضا بالفيتامين بي، واللي مهم في الرمان هو الاحتواء ديالو على مضادات أكسدة اللي هما من نوع ديال البوليفينول والفلافونويد. وهذه الأنواع ديال مضادات الأكسدة عندها دور في الحماية من بزاف ديال الأمراض، أولها أمراض القلب والشرايين وارتفاع الكوليسترول. لأن الآن صبحنا كنعرفوا أن الإصابة بمرض الكوليسترول ما عندوش فقط علاقة بالتناول ديال كل ما هو غني بالدهون المشبعة، بل حتى من قلة تناول مضادات الأكسدة اللي أصبحت ضعيفة في التغذية ديالنا. هذا هو علاش كنلقاو بعض يعني بعض الناس اللي هما ضعاف او عندهم يعني البنيه نحيفه، ورغم ذلك عندهم هذا المرض ديال الكوليسترول. نعم تماما، هذا من الاسباب. يعني كتلقى الانسان التغذيه ديالو يعني ما فيهاش دهون بزاف، الوزن ديالو عادي، ولكن كيعاني من الكوليسترول، لان يعني خلال اليوم ولينا كناكلوا اغذيه مقليه او وجبات سريعه. فكيجي الرمان، الا مثلا خدينا في النهار واحد الرمانه، فاحنا كناخذوا ما يكفي من المواد يعني مضادات الاكسده اللي كيحتاجها الجسم. كذلك مساله اخرى، هو دابا مؤخرا ولينا كنلقاو عصير ديال الرمان. انا دائما كنفضل استهلاك الرمان بوحده، يعني بلا ما نعصره، يعني بالشكل ديالو كله، باللب ديالو، بدوك الحبات ديالو كاملين، احسن 100 مره من اننا ناخذ فقط العصير. لان ملي كتاخذ العصير هذوك مضادات الاكسده بنفسهم كيتاكسدوا كيمشيو، وفي حين ملي كناخذوه بكامل كناخذوا الالياف الغذائيه اللي كنلقى واحد نسبه مهمه فيها، وكناخذوا كنحافظوا حتى على مضادات الاكسده اللي عندنا غرض به. الفوائد يعني الوقائيه من الامراض
هادو العلاجيه ديال الرمان حتى هي حاضره، عندنا فوائد غذائيه وعندنا فوائد علاجيه. فيعني في الكتب القديمه حتى ديال الطب العربي لقينا ان استهلاك ديال الرمان شنو كيدير، كيحسن التنفس، اللي عنده مشكل ديال المعده من احسن الفواكه اللي ممكن تعالج قرحه المعده هو اننا ناكلوا الرمان باللب ديالو. وكنظن هذه معروفه، فقط الناس عندهم شويه ديال الاختلاف في الطريقه ديال التناول ديالو، كيفاش غناكلوه الا خدينا غير الرمان بداك اللب ديالو، تنكونوا سدنا المعده بواحد الشكل اللي هي كبير بزاف. ايضا الى شدينا داك القشور ديال الرمان ويبسناهم وطحنوا وبدينا كناخذوه معلقه صغيره على الريق، هذا الشيء كيخلي اننا نستافدوا من قشور الرمان بانها طارده للغازات وايضا طارده للديدان، يعني جميع انواع الديدان حتى اللي كيصعب اننا نتخلصوا منها كنقدروا نتخلصوا منها باستعمال هذه الطريقه هذه ديال اننا نشفر قشور ونطحنهم وناخذوا فقط معلقه صغيره الصباح. هذه استعمالات داخليه. ايضا بالنسبه للمشكل ديال الحلق والبرد، والانسان اللي كيكون ضربه البرد وعنده يعني مشكل في الشعب الهوائيه، كنشربوا المغلي ديال القشور ديال الرمان، كيكون مفيد ايضا، مفيد بواحد الشكل كبير، ولكن كناخذوه غير في ديك الفتره اللي حنا كيكون الانسان مصاب بهذا المشكل في القصبات الهوائيه ديالو. يعني ايضا حتى بالنسبه للنساء كيقولوا بان حتى القشور ديال الرمان يمكن كتصلح حتى الالام المعده، هل هذا صحيح؟ بطبيعه الحال فقرحه المعده العلاج الفعال لها هو اننا نتناولوا هذا الرمان، يعني مطحون القشور ديال الرمان مطحون وعلى شكل غبره، ولا نخلطوه مع ياغورت وناخذوه، او لا ناخذوا رمانه وتسلق وتماس على شكل معجون ويتكال. فإلا خديناها لمدة أسبوع وفي نفس الوقت بعدنا يعني خدينا واحد الأكل اللي هو سهل الهضم، خدينا هاد الرمانة مني كنسلقوها كاملة بالقشور ديالها بكل شيء ولا هذه في الكتب ديال الطب يعني العربي القديم في كتب الرازي ذكر على أننا ممكن ناخذوا رمانة ونسلقوها، يعني هذه طريقه اخرى للعلاج قرحه المعده، ونسلقوها والتماس، يعني كتسلق حتى كتولي بحال عجينه، كتماس مزيان بكل شيء ليها وكتكال على شكل يعني مزيج يعني لذيذ. فحتى هذه الطريقه كتكون بحال بونسيون للمعده. نعم، واقي للمعده، واقي للمعده قبل الاكل. مساله اخرى، الناس اللي تياخذوا الدواء ديال الكوليسترول ما خصش ياخذوا الرمان مورا الدواء ولا مع الدواء، دائما ياخذوه بعيد على الوقت ديال اخذ الدواء، لان كيكون هناك واحد التفاعلات بين الدواء وبين الرمان. فايضا عندنا هذا اللب ديال الرمان، والرمان فيه مواد نقدروا نقولوا عليها كتعوض الهرمونات، خصوصا عند العيالات اللي اقتربوا لسن الياس كتكون بحال كتعوض داك الاستروجين، الهرمونات الاستروجينات الاستروجين. هي هو مصدر الاستروجينات النباتيه ايضا. فمن المفيد اننا ناخذه في الوقت ديالو. اذا الان نستغلوا ما امكن يعني تناول ديال الرمان، ونتعلموا اننا ناكلو حنا بهذاك اللب ديالو حنا والوليدات ديالنا. ومساله اخرى ايضا، دائما كيجيني هذا التساؤل ديال مرضى السكري واش يمكن لهم ياكلوا الرمان ولا لا. الرمان من الفواكه اللي ممكن مريض السكري ياكلها، خصوصا ناكلها باللب ديالها فهي ما غاديش تطلع، ولكن ماشي العصير. الرمان كيف ما هو خصوصا باللب ديالو ما كيكونش هناك اي مشكل، حتى الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم فكيكون ممتاز، لانه غني بالبوتاسيوم كيهبط لهم يعني ضغط الدم الى مستويات يعني معتدله وجيده. المقصود باللب اسماء واش داك يعني ديك القشره البيضاء اللي كنلقاوها داخل الرمانه، ولا يعني داك الحبات ديال الرمان اللب ديالهم؟ الحبات اللب ديالها، الحبات ديال الرمان هذوك اللي حمرين، وايضا هذوك الوريقات اللي كيكونوا مغطينه، وهذاك اللي دوك اللي كيفصلوا بين كل لوج بين كل جهه وجهه، داك الوسط ديالو كله كيكون مفيد، هو اللي تيبقى لاصق لينا في دوك الحبات اللي كنبغيو ناكلوه. تفهمنا؟ يعني الا قشرنا الرمانه
هذاك اللب كله يمكن لينا ناكلوه. يعني حتى هو عنده الإفادة من ناحية الصحية، الإفادة ديالو، حتى الناس اللي كيعانيو من الإسهال مرارا وتكرارا تيكون جيد بأنهم كيجمع الكرش. غير وبالنسبة للناس اللي كيعانيو من يعني الإمساك، بالنسبة أيضا الناس اللي كيعانيو من الإمساك، في حالة الإمساك فهو كيسهل العملية، كيسهل يعني كيمنع الإمساك، لأن الألياف كتقوم بالدور ديالها، راه فيها كل أنغرام ديال الألياف كل 100 غرام، وهي نسبة مهمة وكتوصل كتغطي الحاجيات ديال الإنسان، يعني الحاجيات ديال الإنسان من الألياف حتى 15%. وأيضا في حالة الإسهال فهي كتكون مادة قابضة اللي كتعمل على انه يجمع الكرش. يعني ما نسمعوش ان صافي راها كتصلح الناس اللي عندهم الاسهال، راه الناس اللي عندهم القبض ما غتصلحش ليهم. نعم، هذا هو اللي خلاني طرحت السؤال ديال الامساك. اذا نعم. شكرا الأنسة اسماء الزريول مختصه في التغذيه، وكذلك على هذه المعلومات اللي عطيتينا حول هذه الفاكهه، فاكهه الرمان. ودائما غنبقاو في الفواكه اللي خاصه بالعصر. يوم غد ان شاء الله غيكون لنا لقاء حول الكليمونتين، ليس كذلك أسماء؟ إذا أسماء زريول كنودعوك على أمل اللقاء بك إن شاء الله يوم غد في نفس الفقرة وفي نفس الموعد. وبطبيعة الحال موضوعنا هو الكليمونتين والأهمية دياله والقيمة الغذائية دياله.